السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل، صباح الهنا، صباح الانوار عليكم من اولكم لاخركم. النهارده الجمعة، هنعمل اكلة دسمة، اكلة تقيلة ما تنفعش نعملها وننزل الشغل. فالنهارده الجمعة نعملها، النهارده هنعمل ايه؟ كوارع كوارع كوارع. لا تتخيلوا، اول مرة اعمل كوارع في القناة هنا، لكن انا عملتها في برنامج مرة في التلفزيون، كانت تحفة. الشيف ايمن عفيفي كان هيطير من الفرح وانا بعملها له. بصوا يا حبايبي، دي كوارع ماشي، بصوا مغسوله ومتنضفه 900 الف مره. دي ذره، ملح خشن، ما تحطيش خل، ما تحطيش الكلام ده، دي ذره وملح خشن بس، خلاص. واشطفي وانقعي، واشطفي وانقعي لحد ما تبقى معاكي فله شمعه منوره. هنحتاج ايه؟ الهانم دي هتتسلق ماشي، ده اول مرحله. دي هنطلع منها اكلتين يا حبايبي. شفتوا احنا ناس اقتصاديين ازاي؟ طماطم، طماطميتين حلوين، بصلايه كبيره. بصوا بقى، توابل، معلقة سكر كبيرة، نص معلقة فلفل، ملح، ورق لوري مطحون، بس هو عندي كان مطحون فعادي، ممكن تحطي ورق لوري 2 3 من الصحاح، حبهان مستكة بس. هنعمل ايه؟ هحط الاول، انا بغلي مية على النار، هحط دي على في المية لما تغلي، ولما تطلع الريم هبتدي اشيله، اشيل الريم ماشي، تصفى خالص، تبقى المية رايقة، هروح نازلة بالحاجات هذه. عايزه تحطي جزر، حطي، عايزه تحطي كرفس حطي، بس بصراحه انا بعمل زي ما امي كانت معلماني، بصل وطماطم والتوابل، احلى من كده مش هنلاقي. خلاص يا حبايب قلبي، هروح دلوقتي على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه في حاجه الكوارع النهارده. هنا يا حبايبي ادي الميه غليت اهي، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل هذه الكوارع فرده فردتين زي ما انت عايزه، المهم شويه ميه كتير. ليه بقى شويه ميه كتير؟ مش زي الفراخ، لا دي بقى حبة شوربة حلوين كده، عشان هنعمل فتة وهنعمل ورق عنب عليها وهنعمل ايه حاجات بقى مقولكوش. بصوا بقى، هتبتدي تغلي، انا معلية النار، تبتدي تغلي، اول ما يظهر الريم هشيله وهورهولكوا طبعا ماشي. المهم ان انا عايزة الشوربة تبقى رايقة خالص قبل ما انزل فيها التوابل بتاعتها والبصل والطماطم. بصوا يا عيني، شايفين يا قلبي؟ بصوا شايفين، ادي كل ده لازم يتشال، لازم لازم لازم، اوعي اوعي ما تشيليهوش. نفضل كده نسيبها حوالي ربع ساعه تغلي لحد ما نلاقي، وكل ما تطلع ريم نشيله، كل ما نطلع ريم، برغم ان احنا غسلينها غسله نظيفه بس برضو لازم هتطلع ريم، نشيله حبايب قلبي خالص خالص لحد ما تبقى فله شمعه منوره. ايه رايكم؟ بعد كده ننزل بقى بالتوابل بتاعتها. طبعا الكوارع انت عارفين انا ممكن احطها في الحله بريستو، بس لا، انا عايزه اوريها لك زي ما هي بتتسلق عادي. مش كل الناس عندها حلال بريستو يا حبايب قلبي، حلال بريستو مش بتاخد فيها نص ساعه، لكن لا انا عايزه اسلقها كده براحتها خالص، بحيث انها تديني نتيجه احلى وشوربه احلى 100 مره. طبعا يا سلام بقى لو انت سلقتيها بقى من بالليل نص سلقه وسبتيها في الشوربه تبات لتاني يوم الصبح، تبقى خرافه، عارفه يبقى ملبن معاكي كده. هسيبها كمان شويه وقبل ما انزل الحاجات عليها اوريها لك. بصوا تاني، مش بقولك تفضلي حوالي ربع ساعة على المنوال ده، انك تطلع ريم نشيله، يطلع ريم نشيله، عشان يدينا شوربة صافية وشوربة نظيفة. اوعي تستسهلي هدي. طب امال الحلة بريستو ممكن تعمل كده؟ لا، الحلة بريستو بتضغط على طول، مش بتديكي الفرصة ان هو يطلع ريم. تمشيني ازاي؟ بس كده طبعا، المفروض ان لما تيجي بقى تزوديها ميه يا حبيبتي، ميه قلبك تكون دافيه سخنه، يعني جنبك الكاتل، جنبك البراد، جنبك حله فيها ميه سخنه يا عيني، ونروح عاملين ايه؟ نلقط كده بس، احنا شغالين بنصطاد الريم، ونروح مزودين الميه. طبعا الميه كده قلت شويه، بصوا قلت شويه اهي، هحتاج ميه تاني. خلاص هفضل وراها كده، كل ما تعمل اشيل، كل ما تعمل اشيل، لحد ما تنضف مني خالص خالص خالص. طولي بالك، الكوارع بالذات يا جماعه عايزه بال طويل، بال طويل في السوى وفي النظافه وفي كل حاجه. خلاص يا حبايب قلبي، بصوا كده خلاص كده، يعني ايه اقصى حاجه، مش عارفين نشيل اكتر من كده. هنعمل ايه؟ هنزل بالطماطم، هنزل بالبصل، وهنزل بالتوابل بقى كلها. تقولي ايه التوابل كلها؟ اه بالتوابل كلها، ما تقلقيش وما تخافيش، السكر هيساعد ان هي تستوي بسرعه، والملح والفلفل الحاجات دي عشان تبقى متطعمه ماشي، تاخدها من اولها لاخرها كده. خلاص ونقلب ونهدي النار بقى لوسط،
يعني تاخد غلوه ونهدي النار الوسط عشان تسيبه براحتها. ماشي، عايزه تزودي ميه او شوربه، روح يا حبايب قلبي نسخن زي ما بقول لك ميه سخنه، اوعي تحطي ميه بارده. ماشي، ونشوف بقى نتقابل نتقابل، ربنا يسهلها لنا بعد ساعه ولا ساعتين لما نشوف. ادي يا حبايبي الكوارع بعد ساعتين ونص، تخيلوا ساعتين ونص على نار متوسطه. لما بتحتاج ميه بحط لها ميه، بروح حاطه لها ميه سخنه. بصوا هحاول اقربها لك كده، هي مش دسمه 100%، مش الدسمه اللي هي التقيله قوي، انا بس بعت عشان البخار. هي كده خلاص استوت. دي طريقه الكوارع، سلق الكوارع. انا هعمل فيديو ده لوحده لطريقه سلق الكوارع، يعني هعمل فيديو تاني هشوف لك الكوارع دي هنعمل بيها ايه، بس النهارده بس هنعمل سلق الكوارع. انا دلوقتي هطلعها واوريها لك بتتقدم ازاي، عاديه جدا زي اي محل. ماشي يا حبيبتي، معلش نسيت سوري. عايز تعرفي استوت ازاي؟ اعرف استوت ازاي يا حنان؟ بصي شايفه ده بيدخل فيه الشوكه، بصي الجلد يدخل فيه الشوكه، بصي وتمسكيه، بصي خلاص العظمه وقعت منه، بصي العظمه وقعت منه، معناه ان هو يعني خلاص بقى ملبن. بقول لك احسن حاجه كمان ليها ان هي والله تسلقيها من بالليل وتحطيها الصبح، تكملي سواها الصبح تبقى معاكي ملبن. خلاص يا حياتي همسك ده كده بالراحه، ادوس عليه يتداس يبقى ناعم في ايدي عامل زي الملبن، او الشوكه تدخل جواه او السكينه. ماشي يا قلبي، يلا هوريها لكم بقى في التقديم يا عيني. وهي شوربه الكوارع يا حبايب قلبي، بصوا ادي منظرها، بصوا شايفين الجمال، بصوا الشوربه حلوه ازاي. ده في بتبقى دسمه عن كده بالهبل يا خرابي، دي خفيفه شويه برغم ان هي، بصي بصي هوريكي حاجه، بصي تقطع ازاي، بصي المعلقه بتدخل فيها ازاي، اتعمل ماشي اهي خلاص، تبقى حلوه جدا وجميله جدا، بترم العظم زي ما بيقولوا، فعلا بترم العظم. شايفه حلوه قوي، تتشرب كده، تحط عليها ليمون، تعملي عليها طش ثوم وتشيها كده، تعمل منها فته، يتعمل عليها ورق عنب بالكوارع، يا خرابي رائع رائع رائع. وانا بقى هعمل لكم اختراع كده يا رب يعجبكم ان شاء الله، بس هعمله في فيديو لوحده. ماشي يا حبايبي، بس الفيديو ده انهيه عشان ما يبقاش فيديو طويل عليكم. خلاص سيبيها بطماطم بتاعتها، ببصلها، بيقولوا بابا غنوجها، ببصلها، بكله كله سلطاتها وكل حاجه. طبق من ده يدفي احلى دفى في الشتاء اللي احنا فيه ده. الف هنا وعافيه للي ياكل، وبحبكم قوي قوي انا حنان رمضان.